أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الجمعة الغامضة. سعيد جدا بلقائكم. إذا كيعجبكم هذا المحتوى هذا، اشتركوا في القناة، ضغطوا على زر الإعجاب، وما تنسوش تضغطوا على زر الجرس باش يأتيكم الجديد ديال القناة. دائما مرة مرة كنسمعوا باكتشاف مدينة تحت البحر، ولا مدينة تحت الرمال، ولا مدينة وسط منطقة مهجورة. لكن الغريب في القصة ديال اليوم والعجيب ديالها ان البطل اللي مشى كيقلب على المدينه المفقوده زيد، لا هو رجع عندنا يحكي لنا القصه ديالو، ولا المدينه حد الان طلقات. واغرب شيء ان 100 واحد ماتوا وهما تيقلبوا عليه، وحتى هما ما كنعرفوش المصير ديالهم. اهلا بكم. المدن المفقودة كثيرة جدا، دائما في كل مرة في منطقة من العالم كنسمعوا من علماء الاثار كيبحثوا تحت الارض، ولا في الغابات، ولا تحت الرمال، او تحت البحر، وكيكتشفوا مدينة قديمة. القصة ديالهم من اغرب القصص واعجب القصص ديال المدن المفقودة، المدن اللي كيبحث عليها الانسان. هذه المدينة سميتها المدينة المفقودة زد. اللي عطى هاد السميه هذه هو بيرسي فاسيت. خلونا بعدا نعرفوا شكون هو بيرسي فاسيت. بيرسي فاسيت واحد من اكبر علماء الاثار الاركيولوجيا واكبر خبراء الخرائط في العالم. تزاد في 16 اوت 1867 في الهند، حيت بواه كان يدعم الحكومه البريطانيه في الهند. تلقى التكوين العسكري ديالو في الاكاديميه الملكيه العسكريه، تخصص في علم الاثار وتخصص في الخرائط، وبدا كيرتقي في العسكريه البريطانيه حتى وصل لرتبه ليوتنان كولونيل في سلاح المدفعيه، وكان هو من جنود الاحتياط. تزوج بنينه انيس باترسون، ولد معها جوج ديال الاولاد. بيرسي كان صديق الكاتب البريطاني ارثر كونان دويل، وعلى حسب الروايات اللي كان كيحكي ليه الصديق ديال بيرسي فاسيت، كتب الكتاب ديالو العالم المفقود The Lost World. بيرسي فاسيت كان عضو الجمعية الملكية للجغرافية. 1906 كان في عمر ديالو 39 سنة، كلفته يرسم الخرائط اللي كاينة في غابة الأمازون اللي هي في الحدود ما بين البرازيل وبوليفيا. وهو دوز سنوات في أمريكا اللاتينية كيبحث على الأركيولوجيا وكيرسم الخرائط، فهو القارة الأمريكية الجنوبية أمريكا اللاتينية كيعرفها زنقة زنقة، دار دار، بيت بيت. والجمعية الملكية للجغرافية عطاته الميدالية الذهبية، وكانت في ذاك الوقت أرقى ما كاين جائزة اللي كتعطى للخرائط. فهو يعتبر في ذاك الوقت واحد من أهم علماء الأركيولوجيا، واحد من أكبر متخصصين في علم الخرائط. فوسيت كان شجاع وكان يتقن تقنيات البقاء، لدرجة أنه كان كيمضي شهور وسنين في الغابات ديال الأمازون في أمريكا اللاتينية، وكان كيعرف كيفاش يطيب الماكلة ديالو، كيعرف منين يجيب الماء، فكان يتقن تقنيات البقاء، وكان شجاع إلى أقصى الحدود، لدرجة أنه في 1920 كان مشى لغابة الأمازون بوحدته، دوز فيها تما 6 شهور. كان مشى تيقلب على هاد المدينة المفقودة زيد، وهي من أغرب المدن المفقودة. علاش هي غريبة وعجيبة؟ لأن حد الآن ما تلقاتش، رغم أنها موجودة. حنا غنعرفوا علاش هي موجودة. علاش بيرسي فاسيت ولا مقتنع بان كاينه واحد الحضاره قديمه متقدمه في غابه الامازون ودايره مدينه ديالها؟ كيفاش جات الفكره؟ من الكثير ديال الحوايج. اولا المغامرات ديالو الكثيره في الغابات، داكشي اللي كان تيشوف وتكتشف، فاصبحت عنده قناعه بان كاينه شي حضاره وسط الغابات اللي كانت متقدمه وبانيه مدينه ديالها. من الاشياء اللي خلات تكون عنده هذه القناعه ان من كريستوف كولومبوس جا واكتشف العالم الجديد، هو كان عنده قناعه انه بحال كريستوف كولومبوس غادي يكتشف عالم جديد وسط العالم الجديد، يعني حضاره وسط الحضاره ديال الهنود الحمر. سبب اخر خلاه يزيد يقتنع بالفكره ديالو ان سنه 1911 تكتشفت مدينه تاريخيه ماتشو بيتشو في البيرو، وكشفت على الحضاره شبيهه بالحضاره المصريه. هناك زاد اقتنع بانه هاد الحضاره راه موجوده. لكن جات الحرب العالميه الاولى، شغلاته هو كان جندي في سلاح المدفعيه، دوز الحرب، صارت الحرب
هنا فاش كيما قلت مشى دوز 3 شهور بوحديتو كيقلب على مدينة المفقودة زيد في 1920. وهاد السنة نفس السنة في مكتبة ريو دي جانيرو وبالصدفة غادي يكتشف أنه على الطريق الصحيح، هيكتشف واحد المخطوطة سميتها مخطوطة 512، كتبها واكتشف مغامر برتغالي سنة 1753، كيقول فيها أنه كان في الأدغال ديال الأمازون جهة المنطقة ديال ماتو غروسو، واكتشف مدينة قديمة مصورة فيها سور وفيها جدران ومدينة الجدران ديالها كيقول أنها فيها كتابات هيروغليفية. وهذه عجيبة وغريبة، أجاب الكتابات الهيروغليفية الأمريكا اللاتينية، وهذه واحدة من الفرضيات اللي كتدعم نظرية أن بنات الأهرام هما نفس بنات الأهرامات اللي كاينين في المكسيك ديال الإنكا والمايا وفي بيرو ديال الماتشو بيتشو، أنهم كانوا عندهم وسائل تنقل متطورة في ذاك الوقت. وهذا موضوع بوحديته. الوثيقة كتقول أن كاينين الكتابة الهيروغليفية في الأسوار، كاين تمثال وكاين صور وكاين أقواس أو معبد. هناك في هذه اللحظة هذه بيرسي فاسيت عرف بأنه على الطريق الصحيح، وقرر يقلب ويلقى هذه المدينة المفقودة. وكان يشتغل بسرية، البحوث اللي كان يدير ما كانت يقول حتى شي واحد شنو كيدير، والإعلام العالم كله كان يتابعه لأنه أعلن بأنه راه يقلب على المدينة المفقودة زيد، والكلمة زيد هو صاحب كلمة زيد هو اللي سماها زيد، لكن كان يشتغل بسرية حيث بغى التاريخ يسجل عليه أنه هو اللي اكتشف المدينة المفقودة زيد. فمشى في 1920 ورجع وقال لهم راه شاف واحد الحنش ديال الاناكوندا طول ديالو 19 متر، وقال لهم راه شفت العنكبوت ديك الرتيله الكبيره اللي فيها نص كيلو. فالعلماء في ذاك الوقت ضحكوا عليه، قالوا انت كتخربق. فيما بعد غيعرفوا بان بالفعل الامازون في البرازيل معروفه بالاناكوندا، وكاين دوك العناكب الكبيره الضخمه جدا. ف 20 افريل 1925 قرر بيرسي فاسيت يرجع ويقلب على هذه المدينة المفقودة، ودا معاه ولدو جاك والصديق ديالو القديم، صديق الطفولة ديالو، وداو معاهم جوج ديال المساعدين برازيليين، جوج ديال الكلاب، 8 ديال البغال، وجوج ديال العودان حصانين. واخر اتصال ديالو بالعالم الخارجي كان نهار 29 ماي نفس السنة، وكانت رسالة صيفتها لمرتو وقال لها انه الهدف ديالو راه وصل للحدود ديال واحد المنطقة غادي يدخل ليها، ودوك المنطقة راه ما وصل ليها حتى شي واحد قبل منه باش هكا يدخل ويكتشف المدينة المفقودة زيد. هذه اخر رسالة، بعد عمر العالم سمع به لا هو ولا توصلوا بشي رسالة ديالو، خصوصا ان الاعلام العالمي كان يعرفه كمتخصص في الخرائط كبير وعالم اركيولوجيا كبير، وكانوا كيتابعوا المغامرات والتطورات ديال البحث ديالو على المدينة المفقودة زيد. هنا دازت شهور ما بعث حتى شي رساله، بريطانيا ما تشوشاتش عليه ولا الجمعيه الملكيه الجغرافيه لاسباب. اولا انه كانوا كيعرفوا انه عنده تقنيات البقاء وكان دائما كيرجع. السبب الثاني كانوا عارفين ان الرحله على الاقل كانت غادا تستغرق عام، فما خافوش عليه، قالوا ماشي مشكل بلي فات عام عامين هناك تاكدوا. جابوا فرضيات، اما انه تقتل ولا مرض تما ومات، او الفرضيه الثالثه انه لقى المدينة المفقودة زاد وقرر تما يعيش حياته ويبقى تما حتى يموت. فداز سنين ما سمعوا شي به، ما جا حتى شي خبر على المدينة المفقودة، الى سنة 1951 واحد الناشط جمعوي في دوك القبائل المحلية قال ان واحد العضو ديال قبيلة الكالابالوس، كالابالوس هي المفروض انها تكون اخر قبيلة تعامل معها بيرسي فاسيت، اعطاه البقايا ديال العظام ديال بيرسي فاسيت وقال له راه واحد من القبيلة ديالنا قتلو هو والناس اللي معاه، وقال له راه فاسيت كان مريض بزاف، وكان واحد نهار غادي في واحد الفلوكة في النهر ديال الامازون، ومشاو ليه الهدايا اللي المفروض يعطيها القبائل المحليين اللي كيعيشوا في الامازون. وهنا واحد الوقفة، القبائل البدائية المحلية ديال الامازون الى دزتي من الاراضي ديالها المفروض تعطيها هدية، فهما كيامنوا بمبدأ مرحبا باللي جا وجاب. الى دزتي من الارض ديالهم وما عطيتهم حتى شي هديه كيعتبروها اهانه ما بعدها اهانه، وكتكون العقوبه ديالك القتل. ولا تحتي في القبائل ديال الكانيبال كتكون العقوبه ديالك القتل، وما عاد كيديروا بك الشوا ولا كيديروا بك التقليه. وهذا العضو ديال القبيله قال لهذاك النشيط،
قال له الناس اللي كانوا معاه تقتلوا ولحوهم في الواد، ولكن هو لانه راجل كبير دفنوه طبقا للطقوس ديال القبيله. سنين فيما بعد اكدت تحاليل مخبريه ان دوك العظام ماشي ديال بيرسي فاسيت، وان هذاك خينا داك الفاعل الجمعوي هذيك القصه اخترعها باش هكا يتشهر وباش هكا يتكلم عليه الاعلام العالمي. في 1998 المغامر البريطاني بنيديكت الن زار القبيله ديال الكالابالوس ودار واحد الاستجواب مع واحد الوجهاء ديال القبيله، قال له بان داكشي اللي تقال هذه 45 سنه على ان الكالابالوس هي اللي قتلت فاسيت هادشي غير صحيح وداكشي غير كذوب، وقال له حنا ما عندنا حتى علاقه بالقتل ديال بيرسي فاسيت. وهذا كياكد التحاليل المخبريه اللي كانت دارت وقالت بان العظام راه ماشي ديالو. واهم فرضيه في المصير ديال فاسيت ومدينه زين المفقوده هي اللي ديال واحد الكاتب سميتو ديفيد جران، وكتب واحد الكتاب في 2009 سميتو ذا لاست سيتي اوف زي المدينه المفقوده زيد، وتيهضر فيها على شنو هي الفرضيه القريبه للمصير ديال فاسيت والمدينه المفقوده. شنو كيقول الكاتب؟ كيقول ان فاسيت عاش مع واحد القبيله تما اللي هي قبيله الكالابالوس، عاش معهم واحد الساعه قرر انه يتحرك في الجنوب الشرقي اللي كيظن ان داك هو المكان اللي غادي يلقى فيه مدينه زيد المفقوده. كالابالوس قالوا ليه ما تمشيش، قالوا ليه تما راه غتلقى واحد القبائل شرسه وراه غادي يقتلوك، وقالوا راه حنا ما كنقدوش نمشيو لتما، انت راه غادي يلقاوك غادي يقتلوك. فاسيت ما تصنش ليهم بطبيعه الحال، هو مغامر واهم حاجه باغي يلقى هاد المدينه الغريبه والعجيبه ويكون عنده الفضل انه هو اللي اكتشفها. وفي الكتاب كذلك كيعطي الكاتب الراي ديالو وشنو هي المدينه المفقوده. لحد الان مات 100 واحد مشاو كيقلبوا على فاسيت ولا كانوا كيحاولوا ينقذوا الحياه ديالو، رغم ان فاسيت كان خلى وصيه عند الجمعيه الملكيه الجغرافيه انه ما يتبعوا حتى شي واحد الا ما رجعش وما يجيش شي واحد يحاول ينقذ الحياه ديالو. فهنا كيبقى اغرب حاجه هي قصه حياه فاسيت والمدينه المفقوده. فاسيت حد الان ما لقاه حتى شي واحد، ما عرفش المصير ديالو حتى شي واحد، هادشي كله كيبقى فرضيات لانه هو ما رجعش عندنا وروى لنا القصه ديالو بلسانه. المدينه كذلك هي موجوده طبقا للوثيقه، هي موجوده وحقيقيه، وخصوصا ان المدن اللي كنكتشفوها بالصدفه ما كدوس 10 سنين الا وكان اكتشفوا اثار حضاره قديمه او مدينه قديمه. لكن الغرابه ديال هذه القصه هذه والوجه العجائبي ديالها اننا البطل ديالها حد الان ما لقيناش، وحد الان ما عرفناش المصير ديالو، واش لقى المدينه، واش لقى حضاره مفقوده، واش مات وهو تيحاول يلقى مدينه زيد المفقوده. حد الان هذه الاسئله كلها كتبقى مفتوحه، وهذا هو الوجه الغريب ديال هذه القصه هذه. انتم شنو رايكم؟ شنو كان المصير ديال فاسيت؟ واش لقى المدينه؟ واش ما لقاهاش؟ واش كلاوه لي كانيبال؟ ولا هو قرر يعيش في الامازون ويبعد على الحضاره؟ هذه اسئله كلها كتبقى معلقه بلا اجوبه. كنشكركم على المتابعه، كان معكم عبد اللطيف، الى الحلقه القادمه من حلقات الجمعه الغامضه.